الراجل ده بيكون بياكل بكل شراهة في المطعم، وبعد ما بيخلص اكل بيمسح في فستان البنت ديت، والبنت بتاخد بالها وبتتعصب عليه وبتقول له ان هو ما ينفعش يعمل كده، لكنه ما بيهتمش وبيفضل مكمل مسح في الفستان بتاعها. وبعد ما بيخلص بيطلع من المحفظة $1000 وبيديها لها وبيقول لها اشتري بيهم فستان جديد. وقتها بتتعصب اكتر وبترجع له فلوسه تاني وبتضربه بالقلم على وشه. وفي الوقت ده بيتعصب جدا وبينادي على البودي جارد بتاعه عشان يطردها بره المطعم. وفي الوقت ده بتكتشف البنت ديت اللي هي ضربت صاحب المطعم اللي بيكون عايزه تشتغل فيه، وبيرفض ان هو يشغلها في المطعم عنده وبيطردها من المطعم. والبنت وهي ماشيه بتكون زعلانه جدا وبتفضل تعيط لانها ما بيكونش معاها فلوس تصرف على نفسها، وبتتعب جدا وبيغمى عليها. وصاحب المطعم هو الوحيد اللي بيلحقها وبيوديها على المستشفى، ولما بيروح معاها المستشفى بيعرف ان هي عندها مرض خبيث في الدم، وهو وقتها بيزعل جدا لانه ضايقها وزعلها. وبعدها بيروح عشان يعتذر لها لكنها بترفض اعتذاره وبتطرده من الاوضه، لكنه بيكون مصمم ان هو يصالحها وبيملى لها الاوضه بتاعتها ورد، وبيعمل لها مفاجاه وبيصالحها فعلا وبيعزمها على العشاء وبيكون واقع في حب بها وبيتجوزها فعلا. وبعدها بيسافروا برا عشان يعالجها، وبمرور الوقت بتخف فعلا.